بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. لطالما كانت المقولة اتفق العرب على أن لا يتفقوا سيدة الموقف في القمم العربية التي امتازت بصفر من النتائج وصفرا من القلاقل. فمجلس التعاون الخليجي لم يكن بعيدا عن هذا الواقع، حتى أنه تحول في ظل الأزمة الخليجية من مجلس تعاون إلى مجلس الانقسام الخليجي، مجلس تنخر عظامه أزمات داخلية لكنه يصر على الولوج إلى السياسات الخارجية. فدعوات المشاركة للدوحة لم تلبى من قبل أميرها، فعادات العرب بالاستضافة حضرت فغابت بعدها الاستجابة، لتهمش بذلك التقاليد والأعراف لأمة عاشتها منذ القدم. فغياب الدوحة لم يستهجن بل طال الحديث عنه. لنعود للمربع الأول في أزمة خارجية كان أول غيثها قطر. مجلس التعاون الخليجي الذي كان البيت الآمن لأبناء الجلدة الواحدة ولصد الأزمات الخارجية والداخلية كما حصل أثناء أحداث البحرين، إلى أن المجلس نقض إحدى أهم اتفاقياته وهي اتفاقية التجارة الحرة، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرض عليها الحصار وجعلها في عزلة خليجية. وفي افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي 39 لهذا العام، ورغم ما قاله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن ضرورة المحافظة على كيان المجلس وتعزيز دوره، إلى أن البعض يرى ازدياد الصدع في البيت الخليجي الواحد وتهديدا للكيان السياسي. القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمنا. وصعود قطبين متنافرين متناحرين في الكوكب الخليجي، القطب القطري الذي اشتدت عزيمته وقوته رغم الحصار الذي فرض عليه، والقطب السعودي الذي يترنح بعد فضيحة مقتل خاشقجي وحرب اليمن. هذه الأزمات الداخلية بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ولدت انقساما عميقا، فهناك من يحمل المسؤولية لقطر وسياستها، والآخرون يحملون المسؤولية للسعودية وحلفائها وسعيهم للهيمنة. فماذا تبقى من مجلس التعاون الخليجي رغم كل ما مر به في السنوات الماضية والصدمات المتتالية؟ والآن أرحب بضيوفي في الاستوديو، دكتور شؤول يناي خبير في شؤون الخليجية في منتدى للتفكير الإقليمي، دكتور إيدي كوهن باحث في مركز بيغن سادات، وعبر خدمة سكايب من السعودية المحلل السياسي والإعلامي صالح السعيد. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور شؤول، بداية كيف نقرأ أحداث قمة مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل استمرار الانقسام الخليجي؟ هناك أزمة بين قطر والدول الأخرى، ولكن لا نبالغ بأهميتها. وزير الخارجية القطر وصل إلى هذه القمة، لكن الأمير تميم لم يصل إلى هذه القمة بالرغم من الدعوة بشكل شخصي من قبل العاهل السعودي. لكن قطر منذ سنوات تظهر موقف استقلالي من داخل مجلس التعاون الخليجي، عارضت سياسة مجلس التعاون الخليجي أمام إيران، عارضت تمكين العلاقات المعتدلة مع إسرائيل، وأيضا عارضت الحرب في اليمن ولم تأخذ جزء من هذه الحرب. لماذا قطر ترى نفسها في تيار إيديولوجي آخر وهو المنتشر في الخليج الفارسي وهو أكثر مناسب للإخوان المسلمين؟ قطر هناك مصالح اقتصادية كبيرة جدا مع إيران بسبب حقل الغاز الشمالي المشترك بينهم، لكن أكثر من ذلك قطر هي الدولة الأصغر في مجلس التعاون الخليجي، وطالما وجدت نفسها في قلق بأن يكون لها مصير البحرين على سبيل المثال في 2012 بأن الانهيار بسبب ضغط الجماهير وقوة تدخل حصن الصحراء دخلوا إلى هذا الأمر، ومنذ ذلك الحين السلطة في البحرين وعائلة خليفة لا تحصل على جميع القرارات لوحدها، بل القرارات تأتي من الرياض. لذلك قطر لم ترغب بأن تكون في هذا المنحة. قطر الأقل أهمية في مجلس التعاون الخليجي، أقل أهمية
عمان والسعودية هم أهم منها، بعدها الإمارات والكويت. لذلك غياب قطر لا يؤثر بشكل قوي على هذه القمة. أستاذ صالح، يعني استمعنا لكلام دكتور شاؤول، هل بداية توافق كلامه؟ وهل برأيك نجحت القمة في إخفاء هذا الانقسام حتى مع غياب الأمير القطري وإرسال وزير خارجيته نيابة عنه؟ عموما يعني مع احترامي للدكتور شاؤول، إلا أنه واضح غير متابع للشأن الخليجي بشكل كامل. قطر ليست دولة صغيرة أو هامشية في الخليج، بالعكس دولة مهمة ومحورية ككل الدول الست في المجلس. حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية كان كافي جداً، وطلع الاجتماع أو قمة الرياض كما اصطلح على تسميتها، طلع بنتائج متوقعة وجميلة. لكن لا نستطيع تجاهل يعني أستاذ صالح غياب الأمير القطري عن هذه القمة. حضوره أو غيابه لا يعني بصراحة شيء كبير. طيب تغيب عموما، هي انت يعني تطرقت الى الازمه الخليجيه او الازمه العربيه. نعم، الازمه هي مشكله داخليه في مجلس التعاون الخليجي، تحل داخل المجلس ولا علاقه للاجتماع او القمه بها. يعني برايك هذه الازمه لم تكن ظاهره في هذه القمه؟ لا، ولا يمكن أن تكون ظاهرة، لأن يعني المجلس أكبر من أزمة عابرة. هذه أزمات تجاوزت الدول ما هو أكبر منها. طيب دعني أسألك دكتور إيدي، كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الانقسام وإلى هذه الأزمة؟ هل تحاول الاستفادة من هذا الانقسام أو تحاول أن تناور بين فرقائه؟ يعني اسمحي لي أول شيء أقول لك، أنا شخصيا كيف رؤيتي لمجلس التعاون. مجلس التعاون الخليجي مثله مثل جامعة الدول العربية، مثله مثل البرلمان العربي، كلهم صفر على شمال، ولا بكشوا ولا بنشوا ولا بيعملوا، ولا عندهم أي قرار ولا عندهم أي إنجاز. كل هدول مجلس التعاون هذه كانت فكرة أمريكية، وهي التي بنت هذا المجلس لحفاظ على مصالح الغرب، على مصالح الأمريكية. يعني كلهم من 81 لهلأ ما عملوا شيء. خلينا نعمل مقارنة مع أوروبا. عندك الوحدة الأوروبية، ما في حدود، ما في تفتيش، العرب كل يوم بيتخانقوا مع الثاني وكل يوم بيتجسسوا على الثاني، وبتفوت كل أوروبا ما عندك، وألف عرق وألف دين بأوروبا، وهن كلهم مسلمين وبيعبدوا إله واحد، وكل يوم في مشاكل بين قطر وبين السعودية، في عندك صراع حدود بين السعودية للكويت. دعنا على هذه النقطة يعني بالتحديد، هل بقيت، وأرى دكتور شاؤول أنك تريد الرد، لكن دعني يعني أسألك، هل بقيت أهمية لوجود مجلس التعاون في ظل تأكيد نخب وكتاب بارزين مثل عبد الرحمن الراشد على انتهاء مهامه التاريخية، وكما قال أيضا دكتور إيدي؟ أنا لا أوافق مع الدكتور كوهيد، لأنه بعد مجلس التعاون الخليجي هناك أهمية كبيرة. في عام 2025 مجلس التعاون الخليجي سوف يفتح الحدود وأيضا يلغي الضرائب الجمركية وتكتل الاقتصادات، ليس بمقارنة مع أوروبا، وهناك دول مع اقتصاد عظيم جدا مقارنة بالمنطقة. الأمر الآخر، هذه المنظمة قيمة لمواجهة التهديد الإيراني وليس الأمريكي. إيران حاولت إسقاط الدول العربية، حاولوا اغتيال رئيس الكويت في الثمانينات، وشغلوا الكثير من المجموعات الإرهابية داخل الأراضي السعودية، وحتى تعاملوا مع الشيعة في السعودية. وهذه الدول، دول الخليج، رأت هذا التهديد الإيراني وتوحدوا ضده
واتخذوا قرارات كثيرة. على سبيل المثال قرروا بدعم العراق في حربها الأخير وسمحوا لها بالوصول إلى أبار النفط. وأيضا بالنسبة للبحرين نجحوا بإنقاذ البحرين بالرغم من الدعم الإيراني، وأنا لا أعتقد بأن إيران دعمت بالفعل. وأيضا الحرب باليمن بالرغم من أن مجلس التعاون الخليجي لا يشارك هناك، إلا أن الإمارات والسعودية لها دور كبير في هذه الحرب. أنا أعتقد بأن هذا اللقاء لمجلس التعاون الخليجي بالرغم من تخوف بعض الدول من السعودية لأن هي الأقوى والأكبر، لكن في الكثير من الحالات تعاونوا وأثبتوا أمام إيران بأن هناك دول أخرى تستطيع التكتل والتوحد في الآونة الأخيرة، ويريدون إقامة جيش مشترك، وأيضا ينسقون الميزانيات العسكرية بينهم، أقاموا مركز لمواجهة الإرهاب الذي يجلس في الرياض. لذلك أعتذر من صديقي، أنا لا أوافق معه بأن مجلس التعاون الخارجي له أهمية كبيرة وأنه محاولة لافتة ليس على قاعدة وطنية عربية إنما قبائلية. طيب سأعود إليك أستاذ صالح، يعني أنت تقول أن مجلس، قلت أن مجلس التعاون أكبر من الأزمة القطرية الخليجية، ولكن الانقسام الخليجي واضح، يعني رغم محاولتك التقليل من هذه الأزمة لكن هذه الأزمة والانقسام واضح. والله استاذتي يعني تفضل. ما في بعد كلام ولي العهد السعودي في فترة سابقة أن أزمة قطر صغيرة جدا، وهي بالفعل بالنسبة لمجلس التعاون وللدول مجلس التعاون هي صغيرة جدا. يعني احنا نتكلم عن مجلس يضم 6 دول عظيمة، لديها إمكانيات عظيمة، لديها مشاريع عظيمة جدا، كيف احنا نتكلم عن انحسار دور المجلس؟ واحنا شفنا البارح كان في كلام عن الوصول للتكامل الاقتصادي عام 2025، فبالعكس كان يعني القمة خرجت بمخرجات جدا مهمة وجديرة بالذكر. سؤالي هو يعني رغم هذا الكلام كيف يؤثر هذا الانقسام على السياسات، على سياسات المجلس؟ يعني فهو بات ثنائي الرأس يمكننا التوجه إليه كقطبين. دكتور شاول، أنا لا أعتقد أن هناك قطبين أو رأسين لقطر، لا يوجد مناص بالعودة إلى حضن المجلس التعاون الخليجي مع الأمير تميم أو بدونه. والده تم الإطاحة به لأنه اتخذ سياسة مستقلة، والأمير والشيخ تميم ينجر وراء هذه السياسة ووراء مجلس التعاون الخليجي، ويجعله لا ينظر إلى المصالح القومية القطري وليس خارج الحدود الدول الخليج. لكن مجلس التعاون الخليجي مهم جدا، لكن القادة هناك من الكويت عمان والسعودية هم وصلوا مرحلة الشيخوخة، لكن اللقاء بينهم على سبيل المثال الشيخ دبي ومنح الاحترام لمحمد بن سلمة وأمير كويت مع سلطان قبس، التقوا بينهم في صداقة، أحيانا الصداقة بين الزعماء مهمة جدا، جلسوا ليس لوقت طويل لكن اتخذوا قرارات صغيرة جدا وقرارات سريعة جدا. القرار هو واحد من القرارات بأن مجلس التعاون يقف بشكل حازم أمام أي تهديد خارجي. هم يستثمرون، وضعوا ضابط جديد للقوة المشتركة يريدون بناءها، وأعلنوا أيضا على 2025 للتكتل الاقتصادي، الوحدة الاقتصادية بينهم. هذه قرارات مهمة جدا، وأنهي هنا بأنه هذا يأتي في الوقت عربي، عالم عربي مزق، ومجلس التعاون الخارجي يتحول لأمر ثابت وموحد ويظهر قوة للخارج.
دكتور كوهن، يعني أرى أنك لا توافق ولا ترى هذا الثبوت في مجلس التعاون. لا لا لا، شوف، الإنجاز الوحيد اللي عمله هذا المجلس هو كما قال الدكتور شاول التدخل في البحرين 2011. هدف، أحد أهداف هذا المجلس هو منع التمدد الإيراني، وفشلوا. شوفوا هلا قطر، عملوا حصار على قطر، شو عملت قطر؟ راحت على إيران، وشوف أسواق قطر كلها بضاعة إيرانية. يعني أهم شيء، أهم هدف من ما ما على الأرض الواقع ما زبط. هذا المجلس هو فاشل، هو اجتماع الأثرياء بيشربوا قهوة وحرام على الفلوس. طب هذا الاجتماع وهذه القمة هل برأيك أسست لمرحلة جديدة يتعايش فيها أعضاء المجلس مع سياسات قطر المستقلة عن باقي دول الخليج؟ طب مش بس قطر، في شخص، في صراع بين الكويت وبين السعودية، في صراع بين عمان. سلطان قابوس من التسعينات ما حضر هذه الاجتماعات، ليش؟ شو السبب؟ هو حكيم. رغم أن رأينا المصافحة الحميمة بين ولي العهد السعودي ووزير خارجية قطر. قلت لك هذا اجتماع يعني ساعة الشاي بيشربوا بيحكوا بيتحزنوا، هذا صرف يعني. لو عملوا بيوت الأتيام ومستشفيات من الأموال أحسن من هذه الاجتماعات اللي لا فائدة لها. أستاذ صالح، يعني ما المانع أصلا من أن تكون برأيك لدول مجلس التعاون سياسات مستقلة؟ هل هذا برأيك سيناريو وارد بالنسبة للسعودية؟ هي بالفعل كانت مستقلة، لها قراراتها السياسية المستقلة، لا أحد يتدخل بشؤون دول المجاورة أو دول المجلس. كل دولة لها سياستها المستقلة وأهدافها المستقلة، ولكن هناك تكامل بين الدول. طبعا الوضع بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي مختلف عن وضع، أنا سمعت تطرق أحد الأساتذة إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي مختلف تماما، والدليل أنه الآن قاعد يتفكك، رغم أنه لسه هو أظن له عدة سنوات، والآن بدأ في التفكك. ما أحد وقف من الدول مع اليونان، ما في أحد يوقف الآن مع فرنسا، عكس المجلس التعاون الخليجي لما حصرت أزمة بسيطة في البحرين الجميع وقف وقفة رجل واحد. طب دعني أسألك أستاذ صالح، يعني أيضا كما ذكر دكتور شاول ذكر الجيل الكبير، دعنا نتكلم عن وجود الجيل الشاب. يعني هل برأيك وجود الجيل الشاب، يعني ولي العهد بن سلمان الأمير تميم في قطر، هو الذي يفسر ربما هذه الأزمة أو هذا الانقسام؟ بالعكس، ما في أي انقسام. يعني أنت مصير أنه لا يوجد أي انقسام لا يوجد. هي أزمة صغيرة وتحل داخليا بين دول المجلس. نحن نعيش في واقع مختلف ربما. تفضل دكتور شاول، أردت التعقيب. محمد بن سلمان ومحمد بن يزيد بن زياد هم يورش الأميريات ويورش العرب السعودية، هم لا رك شهم خبرين طوبين، هم بعلي بريت بوليتيم ومياتسجين وهم حلفاء سياسيون وهم أيضا مستقبل مجلس التعاون الخليجي. هم يفهمون التغييرات التي تمر به المنطقة، حتى لو أقيمت تحالف جديد مع إسرائيل على سبيل المثال، وهم يعرفون بأن اقتصاد هذه الدول يجب أن تكون تعتمد على جيل الشاب وليس قوة بشرية مصدرة، وهم يعملون معا في هذا المنحة بالرغم من العقبات والعوائق أمامهم. وما يمر على محمد بن سلمان باعتقادي هم بشرى سارة للخليج. برأيك إيدي، يعني هل تفهمات الكبار في الماضي حول مبدأ الوحدة الخليجية لم تعد ملزمة لهذا الجيل الجديد الجيل الشاب؟ اسمحي لي بس أعمل تعليق صغير، مثل ما بيقولوا الأخ من السكايب بيذكرني تصريحاته، بتذكرني كل التصريحات لجامعة الدول العربية. الاجتماعات كانت مثيرة وإيجابية ومثمرة، والحرب والعرب بقتلوا بعضهم، والإيجابية ومثمرة.
يعني هذا ضحك على الزكون، هذا مجلس التعاون ضحك على الزكون، وهناك مش انقسام، ألف انقسام بين الخليجيين، كل دولة ضد الدولة الثانية، وفي من 5 سنين لقطوا خلية تجسس من الإمارات لسلطنة عمان، في مشاكل كتير، بس الإعلام في تستر ويعني تعتيم، في تجسس، كل دولة بتتجسس على الدولة الثانية، بس العالم ما بيعرفه، وهذا بيضل بس عند ال طيب أرى صالح مبتسم، السبب السبب أنه قاعد بصراحة أنا كاني أسمع المسرحية العادل إمام إذا مجلس طيب التعاون تفضل اشرح لنا قصدك مسرحية ما تقصد بذلك تفضل مسرحية هو كلام الأستاذ اللي تكلم مسرحية بصراحة وما ردك على هذه المسرحية متفق جدا وبالعكس ما زال في بداياته وإن شاء الله ستنضم دول أخرى وراح يكبر المجلس وما زال أمامنا 100 سنة. طيب دكتور إيدي أريد أن أسألك بدأنا نتكلم بعض الشيء قبل أن يداهمنا الوقت حول التطبيع الخليج الإسرائيلي الذي بات الآن في العلن، هل هذا التطبيع العلني اليوم بين الخليج وإسرائيل هو أيضا نتيجة وجود هذه القيادة الشابة؟ الخليجيين كانوا يستعملوا قضية فلسطين لمحاربة إسرائيل، اليوم الخليجيين يريدون أن يكون جزء من العالم الغربي، جزء من أمريكا، ولذلك بطل بدهم يعني وقف ما بدهم يحاربوا إسرائيل، وأول شيء أول ضحية هي القضية الفلسطينية هذه ضحية، والتطبيع الآن من التطبيع السري للعلني طلع وشفنا الوفود الرياضية وشفنا سارة الوزيرة الصهيونية ريغيف كانت في أحد المساجد في الإمارات وشفنا وفود بأبو ظبي وبقطر وبكرة بنشوف كمان إن شاء الله وفود كمان بالسعودية وكمان بالكويت يعني لا 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 ما في أمل كلهم حيطبعوا بالأول وبالآخر كل الدول طبعا يعني أنت ذكرت القضية الفلسطينية أريد أيضا أن أسألك دكتور شاولي أن المجلس أكد على أن القدس هي عاصمة الشعب الفلسطيني هل هي فقط ضريبة كلامية برأيكم يعني للبروتوكول في ظل تهافت دول المجلس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ سياسة المجلس التعاون الخليجي تدعم بالمبادرة العربية للسلام وهذه المبادرة حل شامل وصادق للشعبين والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية على إسرائيل هذا الأمر غير مقبول هذه الدول قالت لإسرائيل بشكل واضح في فرص كثيرة جدا نستطيع تطبيع العلاقات معكم وفق المبادرة العربية عندما يكون تقدم في مسار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي للوصول إلى السلام وليس قبل ذلك ممكن قبل ذلك ممكن أن نتعاون استخباريا اقتصاديا قضية الطيران وفي الآونة الأخيرة سمحوا لمواطنين عرب في إسرائيل بالذهاب إلى مكة وهذا جيد لكن المرحلة المفصلية بعلاقات دبلوماسية شاملة تتعلق بالقضية الفلسطينية في الإمارات من الطبيعي ليس الأمر الأهم هو القضية الفلسطينية الأمر الأهم هو إيران لكن لديهم التزام منذ سنوات طويلة للقضية الفلسطينية ومستعدون الانفتاح أمام إسرائيل وحتى عقد حلف مع هذه الدول اقتصادي أمني واستراتيجي لكن بشرط أن يتم حل القضية الفلسطينية وهم ملتزمون لهذه القضية ليس لأنهم قيل قبل فترة في جريدة كويتية لأنه لا سبب أن نقيم علاقات مع إسرائيل لا يوجد إسرائيلي احتل الكويت ولدينا على قدم ولكن نريد أن تحل القضية الفلسطينية أستاذ صالح برأيك هل لازالت الدول الخليجية رغم البيان الختامي ورغم تقاربها والتطبيع مع إسرائيل مهتمة بالملف الفلسطيني؟ بالتأكيد وأظن مبادرة السلام التي قدمها الملك عبد الله عام 2002 ما زالت السعودية تلوح بها لكن إن كان رغبت إسرائيل في مد يدها للسلام فنحن موجودين ما تبغى السلام فشنقول هو الأمر الآن بيد الحكومة الإسرائيلية
طيب دكتور كوهن تريد التعقيب على كلام الدكتور شاؤول؟ أنا بختلف، هذا الكلام كان من 10 سنين. هلأ الحكام العرب ما بتهمهم القضية الفلسطينية، وكمان يعني الحكام بإسرائيل بيقولوا لك أنا اجتمعت مع حاكم عربي مع ملك عربي ولا حكى معي عن القضية الفلسطينية، كلامه أكل الدهر. إذا حتى متى سنستمع إلى هذا الشرط؟ أمام التلفزيونات، أمام الميكروفونات نعم، أمام الكمم نعم، لكن وراء الكواليس بالاجتماعات السرية ما حدا بيهمه هالقضية اللي ماتت، يعني هالقضية ماتت عند الخليجيين. نعم كلام أخير نعم دكتور كوهن، הסוגיה הפלסטינית פחות חשובה לאמירויות מהסוגיה האיראנית, והם כועסים על הפלסטינים שלא מוכנים להתקדם. הם מגעטבון על הפלסטינים בין לא יורדים על אסתמר בעד לעלקת, ואתו תסריחת כתירה בעד הסדד, לכן יש בהן אקול, בהן פי למודוע הפלסטינים הם العقبה, בלתקדם פי הזה המודוע. ביוזמת השלום. במובדלת السلام, ישראל מסתעדה אן תקבל בעד العوامل פי הזה المبادرة مع التعديلات, وايضا في الامارات يتهمون الفلسطينيين بهذه القضيه. اعتذر يدهمنا الوقت. كلمه اخيره استاذ صالح. انا ما زلت اقول واكرر ان على اسرائيل ان تبحث عن السلام بالنسبه لها وبالنسبه للدول المجاوره بقبولها لمبادره السلام. اما محاوله تجاوزها فهذا سيجر على اسرائيل وعلى غيرها الويلات. اشكرك على ان المحلل السياسي والاعلامي من السعوديه صالح السعيد. اشكرك ايضا دكتور ايدي كوهن الباحث في مركز بيجن سادات. الشكر كذلك لك دكتور شاؤول يناي خبير في الشؤون الخارجيه في منتدى للتفكير الاقليمي. شكرا لكما اعزائي المشاهدين. بهذا نصل لختام حلقه اخرى من برنامجكم عين على الخليج. القاكم في حلقه جديده. الى اللقاء.